You must ممكن استخدمها في حال انه تنطيني شنو express a strong suggestion. شنو هذا strong suggestion؟ You must see the modern art exhibition. يعني انا اقول لك يا ابا هذا قد ما مهم. It's wonderful. مهم مفيد راح تتونس اكيد لان اعرف انه من ضمن اهتماماتك. اذا you must see the modern art exhibition يعني مو انه order تعال ساعدني او سوي فلان شيء وانما يعني كانما نصيحه قويه strong suggestion. You must give me a ring when you are next in town. لازم تخابرني بس تجي هذا صديق العزيز فقلت اول ما تجي المدينه لازم تجي تخابرني حتى انا اعرف انت موجود. هنا بالخلاصة راح ناخذ فد ملاحظات عندي ال have to should and must بيناتهم. There is something very important about must and have to اللي هو the positive forms are very similar. طبعا هنا قلناها انهم كلش مشابهين بالاستخدام لمن positive form. positive يعني ما منفي. but the negative form are completely different. ليش؟ You mustn't forget. يعني انت دير بالك لا تنسى. Don't forget هذا امر. You have no choice. If you don't like him, you don't have to see him. هاي you don't have to see him. هنا غياب الobligation. يعني there is no obligation to see him again. But you have a choice. ممكن ان تشوفه ممكن ان تختار ان تشوفه زين. Here is an example you can remember. هذا example لكم حتى يفرق. In a non-smoking area. هي non-smoking. You mustn't smoke. بالنفي مالت المصنت انت ممنوع كأنما ممنوع تدخن. But in a smoking area you don't have to smoke. هنا نشوف نون سموكي ممنوع هذا راح تكون جملة شنو mustn't smoke. بس بال smoking area اللي مسموح بها التدخين you don't have to smoke. يعني انت مو شرط انه اذا انت بالنون سموكين بال smoking area مو شرط انه معناته الا تدخن لانه هي smoking area. غياب الobligation but you can if you want to. يعني تخيلتوا ان اكو غرفتين غرفة اللي بيها نون سموكينج اريا ان هاي الغرفة ممنوع واحد يدخن بيها انت اذا ممنوع mustn't smoke. بس الغرفة اللي مسموح ان ندخن بيها مو شرط ان ندخن هاي اعطتني انه بمعنى انه مو شرط you don't have to smoke. اتمنى ان يكون هذا المثال واضح للتفريق بين mustn't و have to النفي مالتهم. الادفايس هنا هي is telling people what you think is a good idea. هاي طبيعة الadvice. إذن we use should for advice or making suggestions and must for strong advice. إذن هن الاثنين نستخدم للadvice ولكن كل واحدة تعطيني درجة تختلف. You must go for walk for a walk with a dog at least once a day. هي هاي advice بس قوية لأنه تكرمون الكلب يحتاج أنه تطلع مثل متبقي محبوس بالشقة أو بالبيت لازم يطلع. Maybe you should go for coffee for a coffee or lunch and see how you feel. هنا مثلا واحد تعبان أو ضائج قال لي أبي أطلع روح أشرب لك قهوة أو روح أتغدى برا. إذن هذه advice بس يعني ما مجبور الشخص المقابل أن يطبقها. بس هذه هي صح advice بس بها نوع من الإجبار إنه الشخص المقابل أن يطبقها. الثالثة you shouldn't leave it on the street. مثلا إذا عندك جنطة إنه مفروض ما تعوفها. ليش لأن تروح؟